رح ننتقل هلأ نحن وياكم مشاهدينا وإلي لعالم الخيال، عالم السينما، ورح ننتقل لحياة أشخاص بثلاث قصص مختلفة ضمن ثلاث أفلام اخترنا لكم ياهن، ممكن تشوفون بصالة السينما اللبنانية، صح؟ مظبوط. والبداية بموفي اوريدي موجود بصالة السينما، هو الموفي تبع سيلفستر ستالون وأرنولد شوارزنيجر. هالموفي يلي يعني ما بعرف هالثنائي يلي كمان سبق وشفناهم بعد كتير، مش كتير كتار من الموفيز كانوا عم يشتغلوا سوا، بس انه مثلوا كم مره سوا بالقليل نفس انواع او جانر الافلام. وحتى هيك كان في اداء لهم مع بعض، يعني بالسيريز اللي كان عم بيقوم فيها سيلفستر ستالون مع كل الاكشن هيروز يلي بنعرفهم، يعني بهالافلام مع ديسبنسبلز بعتقد كان اسمه الموفي. فهلا هون مره ثانيه عم نشوفه مع ارنولد شوارزنيجر، بس بهيك ساينوبسس جديد بموفي اسمه اسكيب، بإطار مختلف. اسكيب بلان، اسكيب بلان يلي اثنيناتهم هالشخصين رافضين هيك يبتعدوا عن الشاشه، خصوصا عن ادوار البطوله والاكشن والتشويق. رافضين، ولكن حان الوقت من فتره، وبتصور من بعد ما تشاهدوا هالفيلم رح توافقوني الراي، وكنا بالحديث تحت الهواء عن هالموضوع. مش معقول بتشوفهم على الشاشه، ما بعرف اذا بينعمل فلترينج او شو بينعمل، ولكن اذا بتشوفهم وبتعرف قد ايه عمرهم بتنصدم. يعني عم نحكي 66 و67 سنه، شيء ما بيتصدق رب. وبعدهم عم بيمثلوا افلام اكشن وافلام بطوله وافلام كلها حركه وحماس. بهالفيلم مشاهدينا سيلفستر ستالون هو راي بريزلين. راي بريزلين هو احد ابرز الخبراء بالامن المنظم، هو بيصمم واذا بدكم بيدرس وبيجرب هاي سكيورتي بريزنز، لانه هو بيصممهم، وهدفه الاساسي انه يصمم سجون ما بينهرب منهم، وحتى ياكد انه ما بينهرب منهم هو بيجربهم بنفسه. فباحدى تراي اوت اذا بدكم عم بيجرب سجن كسجين، بلبسوه تهمة بالسجن وبيتورط وبيصير سجين داخل سجن هو صممه، وهون بيصير هدفه الوحيد انه يهرب من سجن ما بينهرب منه لانه هو صممه، حتى يلاقي الشخص اللي ورطه بهالمشكلة. هون بيجي دور أرنولد شوارزنيجر يلي اوريدي بيكون هو هيك زعيم السجن اذا بدك بهالفتره السابقه، وكيف بدهم يتصادموا هالابطال بلهجته المعتاده على طول. I'll be back، ما قال له I'll be back. I'll welcome back، قال له لا بعتقد هون he's not gonna be back. It's gonna be a one shot we don't movie. Want them back actually. One shot movie. اصلا هلا عم طلع سيلفستر ستالون كان الموفي اللي كنت انا عم جاي بتذكرهم فيه ذا اكسباندبلز يلي كل الناس كانوا عم بيحكوا توقعنا انه هيدي الجود باي. انه رجع ذا اكسباندبلز، وهلا عم بيشتغلوا كمان على اكسباندبلز 3. بس مين وايل في اسكيب يلي هو كمان في اسكيب بلان، هذا كانت سلايه بتصور ما رح يوقفوا لما حدا يصير له شيء خلال التصوير، فخلينا بعيد الشر عنهم، خلينا ننطر. سيلفستر ستالون وارنولد شوارزنيجر ثنائي تعودنا عليهم وحبيناهم عبر سنين بسلسله من اجمل الافلام اللي تركت بصمه كبيره بأذهان كل اللي بحبوا الاكشن والثريلر. خلينا نشوف مشاهد من دي اسكيب بلان. The mind of a man confined works differently than someone on the outside. He sees things in a different way. A successful breakout depends on three things: knowing the layout, understanding the routine, and help from outside or in. We got a runner. Put your hands in the air now! Showtime. Ray Breslin is able to break out of any prison designed by man. We're testing a prototype facility to deal with people no government wants on their books. The people financing this need to know these facilities are escape-proof. Contact on site. The warden's name is Roger Marsh. When do we start? We just did. Welcome to your new home. I'm Warden Hobbs. Hobbs. Who's Warden Marsh? There is no Warden Marsh. This is the reality, and there's no way out. Go make some friends. You're gonna need them. Back away. Who were you before you came in here? I break out of prisons for a living. You don't look that smart. You don't either. The people who paid for you to be here want you here forever. Ray's gone off the grid. Where is he? This is the Shadow World. Code name the tomb. Phrase anywhere, it's it. Where is here? I don't know. This was a setup. Somebody wanted to bury me. You have a choice. You can die in here, or you can get out and punish who put you here. I'm gonna find out who, and I'm gonna find out why. Let's do it. I
need a diversion. Okay. You hit like a vegetarian. That was good. What's he up to? They're planning an escape. Lockup procedure engaged. Drag the rats back to their cages. If I don't get out, I kill you. Fair enough. Your time is up! You tell whoever put me here, I'm gonna burn this place to the ground. هذا escape plan يعني ما بعرف رولا إذا لحس الشغلة هيك على طول قليل الحكي تبعهم بالفلومة يعني كان لسلفستر وهلا صرنا نعرف ليه بس بيعملوا أفلام أكشن وأفلام حركة حتى ما كثير يحكوا يعني. لأنه ما كثير ظابطة في عندك يعني في عندك يعني جاكي تشان كمان إذا بتنتبهي له جون كلود فان دام صح كان ناقصنا بس جون كلود فان دام هيك بدنا ثلاث مترجمين حتى نفهم على ثلاثة مع نورس. بعض وتشاك نورس كمان ليك ولا مرة أصلا هو بس هي ويسبرز ولا مرة سمعني عم بيحكي إيه أصلا يو كانت توك أباوت تشاك نورس ما بعرف انا حبيت بس البلوت كبلوت وكقصه انا حبيت واكيد في تقنيات وفي سبيشال افكتس وفي أكيد أكيد. وفي جمهور كثير كبير لهالنوع من الافلام اكيد سيلفستر ستالون بالموفي بيكون راينا بتصور بيكون ضد الرصاص لحال قوس عليه وعلى طول يعني ما كان في نوع من الحنين هيك بنشعره لما بنشوف هالنجمين على الشاشه لانه عن جد من العصر الذهبي كليف هانجر السينما الامريكيه رامبو هول كلاسيكس عن جد شوارزنيجر شو عنده احلى شيء ترمينيتر ترمينيتر عملت شيء ثاني اشهر شيء بترمينيتر في عنده كثير افلام بس انه ترمينيتر هذا الكل بنتذكره فيه طيب خلينا ننتقل لفيلم ثاني باجواء مختلفه تماما ضمن اسبوع افلام قناه ارتي الاوروبيه في عندنا فيلم حبينا نضوي عليه اليوم ان شاتو ان ايطالي او ا كاسل ان ايطالي يب يلي بيكون عم بيحكي عن عائله برجوازيه بايطاليا هالعائله البرجوازيه اللي بتصير عم تقطع شوي ببعض المشاكل الماديه وبيوصلوا لمرحله انه بدهم يبيعوا هالقصر يلي هن عايشين فيه ووقت بدهم يبيعوا هالقصر بتصير دور هيك احداث مختلفه بالفيلم وهيك بتصير قصه هالموفي كيف بدهم يتخلوا عن هالمحل يلي ربيوا فيه يلي كمان عم بتصير معهم مشاكل بحياتهم اليوميه بدهم يغطوها من الناحيه الماديه ومثل ما قلت لكم بالبدايه انه عائله برجوازيه فهلا فيهم يكونوا معودين على مستوى معين من الحياه وبلحظه فجاه حياتهم انقلبت فوقاني تحتاني هو اذا بدي كمان هالموفي بيضوي بعتقد شوي على الفتره يلي مش من زمان كثير المشاكل يلي كانت عم تصير ببعض الدول باوروبا يلي بعالم الاقتصاد من انهم بيجز نعم. مع 2 اي فهل هالدول يلي كانوا عم بيعانوا من مشاكل اقتصاديه من دت يلي كانوا عم يتراكم عليهم وايطاليا هي كانت وحده من هالدول يلي كمان كانوا عم بيواجهوا مشاكل ماديه والناس اللي كانوا عم بيزوروا هالدول بيعرفوا قد كان عم بيصير في تضخم بالاسعار وقد كان عم بيصير في غلاء وفقر والمعيشه كانت عم تصير بعد اصعب واصعب وهذا اكزامبل يعني عم بيبيعوا قصر يعني من واقع المجتمع خلال هالحقبة من التاريخ الأوروبي المميز بهالفيلم المخرجة ونجمة الفيلم هي فاليريا بروني تاديسكي والاسم المعروف بها الثلاثي هو بروني هي أختها لزوجة رئيس الفرنسي السابق كارلا بروني برعت أكيد بمجال الإخراج والتمثيل وهون عم تعرض مهاراتها إذا بدك بالمجالين فيلم مميز بيحكي قصة كمان مؤثرة هي عبرة بتصور بالحياة لأنه ضمن هالقصة كمان في قصة حب بتنشأ بينه وبين exactly. حدا فننصحكم فيه خلينا نشوف هالفيلم ونرجع Tu veux dormir chez moi? Sans coucher? Oui, oui, bien sûr. On dort, quoi? Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre? 10.000 euro al mese di manutenzione. Per adesso dobbiamo cercare di tenerlo e di fare un museo domenicale. No, è il castello del papà. Oh, allora non vendiamo la sua memoria e che mi mettono in prigione. Je reviens de voyage, je suis fatiguée, pardon. J'ai 43 ans, bientôt 44, je suis une dame, voilà. Et je vois pas ce qu'on aurait à se dire. D'accord, donc je repasse demain. Benissimo. Senza un uomo, senza figli, senza un lavoro che ti obbliga a alzarti alla mattina. Avere un lavoro è stata una mia decisione. Mi sembrava che dovessi fare posto alla vita, nella mia vita. Credete a Gesù Cristo, figlio di Dio? Sì, insomma, dipende dai giorni, ma diciamo sì. Non puoi mica rimanere incinta dello Spirito Santo. Peccato, tra l'altro. Je cherche l'amour. Bon, moi, je cherche à m'amuser. Je veux des enfants. Bon, moi, j'en veux pas. On va faire ensemble. Je suis
tellement contente de faire votre connaissance. Moi aussi, madame, beaucoup. Non, vous allez pas m'appeler madame. On a presque le même âge. Lei, 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 spaventatissima. Lì per lì diventa pallida. Poi, 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 allarmatissima. Je suis heureuse là, moi. Oui, oui. Je suis pas très heureuse. Mm, you're missing out. Un château en Italie, hein, missing out a lot on Rome. هالفيلم ضمن مثل ما قلنا ضمن اسبوع افلام قناه ارتي الاوروبيه وهذا من المهرجانات اللي بننطرها لسينما بي سينما سوفيل من لجنه سينما سوفيل اللي بنظموا لنا اجمل المهرجانات وبقدموا لنا اجمل الافلام والمميز هالسنه هو في 9 افلام ضمن 9 ليالي عرض واحد كل ليله كل فيلم احلى من الثاني 9 انتاجات 8 منهم جديد 1 منهم كلاسيكي مرق ضيف عنا خبرنا عنهم من كم يوم وبالفعل افلام تستاهل انه نشوفها لانه بيتناولوا مواضيع مختلفه كل فيلم هو عبره لنا واسعار البطاقات كثير كثير شو مدروس اذا بدكم 6000 ليره للفيلم رمزيه يعني صح صح مش يعني شيء كثير رمزي بالنسبه للي عم يعني نكسبه بالمقابل يعني هي ايام من شيء 10 سنين يمكن وقت كانت اول سيانس بيعرضوها بالسينما ب 5000 يا ما 6000 على طول كان اول عرض بيكون ارخص كانوا تصور 6000 ليره لتشوف فيلم شارك بمهرجان كان السينمائي ومش بس شارك تميز يعني أخذ جائزة تقدير فأكيد بيستاهل أنه نشوفه ومن كان ومن إيطالي مننتقل لفلسطين بفترة قبل النكبة الفلسطينية عم نحكي منتصف الأربعينات تنتعرف على قصة حب أكثر من مميزة بتنشأ بين شاب وصبية من فلسطين ولكن لما السلطات أو العصابات الإسرائيلية بتسيطر على الأراضي الفلسطينية بيتفرقوا وهون بتبدأ رحلة طويلة للتهجير الفلسطينيين ابتدت بهالفترة مثل ما التاريخ بيثبت اللي بعدها مستمرة لغاية اليوم وهون بدور الأحداث هالموفي اللي هي أكثر اللي حيكونوا عم بيركزوا على العلاقة العاطفية اللي نشأت الناحية الإنسانية كمان والناحية الإنسانية اللي صارت بهالفترة وكيف كل واحد صار متفرع ومتوزع ببلد مختلف وكيف بدهم يكونوا عم بيواصلوا ويكملوا هالعلاقة يلي ربيت بهالبلد يلي من بعدها رجعوا هن تشردوا ف يعني موفي حلو لأن فيه مغزى فيه هالناحية الإنسانية وهالناحية العاطفية يلي كثير حلو انه عم بضوا كمان على يعني على احداث او حقبات من تاريخنا العربي مزبوط يعني وحلو انه كمان راح ينعرض بدول الغرب ودول اوروبا بتامل بالقليل حتى هن كمان يتعرفوا على تاريخنا نحن او بالاحرى على حقيقة تاريخنا نحن من عيون او نظرة عرب ترو شوف تريلر بنشوف التريلر وبنخبركم عن الممثلين انت بشو بتهددني؟ طلع حواليك منيح بقدر استعير مذكراتك اذا بتساعدك المذكرات لحتى تحكي مع البنت انا موافق هذولا كانوا اول هديه مني لسيدك كل مرة بس نحكي عن ذكرياتنا بنزيد أو بننقص عليها هلا بضل الأصل موجود بس ممكن التفاصيل تتغير حسام حسام حاسة هذا الاسم مش غريب عليك أنت لو شفت ليلى مرة ثانية شو رح تحكي؟ بعد سنين شفتها بس ما حكيتيش معها بل كامت وطلع اشي بايدي كأنه الحرب مغناطيس وشتتنا إلها بفيلم الغربة منشوف مجموعة من أبرز نجوم الشاشة العربية وعم بحكي عربية لأنه هون عم نشوف نجوم من عدة بلدين قصي خولي كندا علوش ماكسيم خليل ومن عنا من لبنان بول سليمان وأكيد نعتز لما منشوف ممثلين من لبنان عم بيشاركوا بأفلام ضخمة من هالمستوى
يعني عملوا انه تكونوا حبيتوا هالافلام كنا عم نحكيكم عنهم. That's all for today. هو اللي كانوا عنا. انتقل لعند ستيف. حلوين ستيفاني. هلو ستيف. انتقلوا لعندي. اهلا وسهلا. سوا تفضلي لعنا. نحن مطبخنا كبير. نحن ضيفكم قهوه ونحن حابين والله صرنا ساعه عم نحكي عن فنجان قهوه يا ستيف. عبالي عم يحكي عن الكابتشينو. انا كثير عبالي كمان. كان بايطاليا الشاب اللي حدي اي بعرف وما خلى كافيه الا ما شرب كابتشينو فيها. ما عم يرجف 100% اذا هونيك ما رح يشرب. اذا هونيك يعني هونيك انا بلاقي غلط ناس وقت يسالوا على روما يا ميلانو بيطلبوا دبل اسبريسو مثلا انه هون لازم تاخذوا كابتشينو. This لا اثنين طيبين اسبريسو حتى لان هن كيف بيعطوك هالبرزنتيشن كيف يقدموا لك كابتشينو كل مطعم بيعمل لك اياها مع ديزاين مع رسمه مع بيرسموا عليها هاللاتي ارت هالفن يلي عندهم اياه يلي صار عنا هالفن بلبنان كمان. بعرف بعرف اوريدي عم نشتغل على بروجكت هلا بخبرك عنه بعد شوي. بنسميه فن الماكياتو. صح؟ كل رسمي احلى من الثانية. منيحة منيحة. بس بدها صار بدها مشوار. بس هلا صار بدنا قهوة بلا ديزاين بلا شيء بس بليز بعتلنا. هلا صعب نوصل على روما بس مش صعب نحصل على فنجان قهوة فخلينا بالقهوة هلا. ايه جولام بيان سيغي انا. هلا بنحضرها. غير القهوة شو عندك هيك ممكن يجذبنا او يحمسنا؟ اليوم في مارون جديد ودي حضر لنا فيتناميز كراميل جينجر تشيكن سويت تشيلي اند لايم ستيم باسماتي رايس. يام يام. عشان لازم يختصرون هالاسامي مارون لازم ينقي لك اكرونيم يعملنا شعر شعر ما فيك تحفظ. لازم توقفي عند مارون جديد وبيكفي خلص. اوكي يعني مش ضروري شو بيطبعوا لانه اكيد رح يكون طيب وبلافيو كراميل. ايه اكزاكتلي كراميل هذا اللي عجبه لإلي اذا كنت لا كراميليزي مش كراميل كارملايز. اوكي اوكي كارملايز كيف اب لا رح نضيفك قهوه ولا رح ندوك اشرح لي قصص اليوم نتمنى تكون معنا. يلا طلع اشرب قهوه الي. يلا هلا مدري شوي تحت الهواء رح نتركك تبدي معقولة فكرات بلدان. Thank you.